وبركاته. معكم أخوكم محمد صالح من قناة شادي صالح. اليوم نقدم لكم برنامج تصوير الشاشة للكمبيوتر فيديو. الروابط إن شاء الله بحط لكم إياها أسفل الفيديو مع تفعيل مدى الحياة. أول إشي هاي الرابط أنا مثبته ومحمله. هاي الرابط الأول، رابط البرنامج، هاي رابط التفعيل. ان شاء الله ان شاء الله بحط لكم اياه اسفل الفيديو، بس ما تنسوا اللايك والاشتراك بالقناه. هاي التفعيل طبعا خفيف، الاثنين خفيفين، لا بس البرنامج شوي ميجاته كثيره. نروح هسه لما نثبتهم راح ينزلوا معاك، انت بتحدد حسب ما انت بتختار على الداونلود. انا بنزل ولأنه يعني كتير نزل شغلات، شوي صعب إني أحدد، بس أفتح عن طريق الإنترنت اللي فيه بواجه مشكلة في نفس هاي الشغلة بفتح على هاي التفعيل. ننسي حملته مرتين 3 مرات عشان كان شوي جهاز معلق. هاي البرنامج كنترول سي، بدنا نعمل لهم الاثنين شوي و لا كنترول سي كنترول في. تستنى شوي، يعني مش طويل الوقت اللي بتستناه. اول اشي طمون، اول اشي نفتح البرنامج نعمل له اللي هو لنبي هسه. انا عشان حاطه هون، انتو بتكبسوا لازم يكون عندك برنامج اللي هو البرنامج ضغط الملفات، تحط يس تولت ان شاء الله بفتح معك. أيوه هيك بنزل برنامج، تكبس عليها هي. أنا عشان عمل له استخراج ما بقدرش كمان مرة أعمل له استخراج. هاي هسه بفتح معانا إنجليش يس، هاي بحمل لا ريست نيكست. هاي مش راح تطلع لكم بس انا عشان مثبته. نسيت باك الله من عارف، هاي اول مرة بتطلع لي في حياتي انا مثبت البرنامج من قبل. صرنا نقدر يا الله هسه ان شاء الله بشتغل، لاني مثبت البرنامج ومحمله وبنصبه. بعدين بتطلع معك هاي اللائحة، تبلش تنزل. انا قلت لكم زي ما حكيت لكم انه هديك طلعت معي عشان منزله، كانت والله ما ادري ايش السالفة. استنى نرد نجرب كمان مرة، بس انا عشان محمله ومثبته بتكبسوا عليه زي هيك بيعمل معاكم. والله ما بعرف ايش اللي صار. شوف الصوت عالي جود، جزء عشان كمان بصور منه ما بعرف ايش في. خلاص يا زلمة next هيك مزبوط. هاي مش راح تطلع لكم الخطوات، راح تبلش من هاي الخطوة yes. بس لاني مثبته ومحمله هيك بس راح تطلع لكم.
بلش. اوكي هاي الخطوات مش راح تطلع لكم، بوقف الفيديو برجع لكم لانه راح اطول شوي. ورجعنا لكم بعد ما حمل. مش داير كتير. برجع لكم بس يخلص ابدي. وخلص معاي بنحط فينيش وهيك بكون خلص، بكون نزل. هسا كيف عملية التفعيل راح تكون؟ هاي برنامج التفعيل عملت له استخراج في من الهوسة، لا مش هاد الماي مية، بتحط كوبي كنترول سي، بتحط على ماي كمبيوتر او اي مكان، بتحط كنترول في، كنترول في هاي هي كنترول في عادي مش مشكلة لو حطيت نسخ او لاصق. بتصغر بتحط كنترول او كوبي تحط اول وحدة، او اذا انت عادي تحط بعدين خلاص تطلع تحط هاي، تفتح البرنامج تفتح البرنامج. طبعا انا محمله، انا عشان محمله بتنسخ الاولى او الثانية او الثالثة بتوضحها وان شاء الله بفتح معك. وشكرا لكم على هاي بتطلع معك زي هيك. اول ما تفتح البرنامج تحط كلوز او اللي بدك اياه، وان شاء الله بفتح معكم برنامج. شكرا لكم، على لا تنسوا الاشتراك بالقناة.